معك حق يا مفكر. هذا بابا صنفور. اتركي بابا صنفور يا زهرة مجنونة. حاضر بابا صنفور. أنت بخير بابا صنفور؟ حاضر بابا صنفور. هيا يا كاسون. لا جدال، الحقيقة أنهم كانوا خمسة، وهذا بالنسبة إليهم عدد كبير. غدا سأبلغ الحاكم تونتوس الثالث بعد المئة. يا عزيزي السيد والسيدة باربيس، سأقول له إنكما طيران كبيران صالحان للحساء. انظري، كدت أنتهي من صنعها. 200، 50 مترا، كل شيء مفتوح أمامنا. حرارة أبي مرتفعة، رقم قياسي في الهبوط، كنت رائعا جدا. ها هو السلم، إنه للصعود مرة ثانية.